لا، هذا رمضان ما في لي اعمال. بعد رمضان ان شاء الله على العيد حيكون عندي كذا سنجل حينزلوا، فان شاء الله خير يا رب. يعني شهر رمضان راح يكون مشاركة أنا بمسلسل تاريخي راح ينعرض هلا على رمضان اسمه سفر برلك على الام بي سي وشاهد. من بعد رمضان إن شاء الله راح يكون كمان راح تشوفوني بالسمن، وهلا عم بحضر الميوزيكال شيكاغو بالعربي يلي راح نكون بخمسة وستة ماي بكازينو جيليبان، وهيدا الشيء عم بياخذ كثير من وقتي، تمرينات وريهرسلز وحفظ وتعب. ان شاء الله بهالشهر الفضيل الله يعيده على كل اللبنانيين واخواتنا العرب وكل الكون بالبركه بالايمان بالبحبوحه، ونحن السنه رح نطلع عليكم بشهر رمضان المبارك بمسلسل للموت ثلاثه، اخراج فيليب اسمر، كتابه نادين جابر، وانتاج ايجل فيلمز. للموت اول جزء كنت عايش على عبد الله اللي نطرته 45 سنه، وبعدين الجزء الثاني تجوزنا انا وعبد الله، وهلا بالجزء الثالث عايشين حياه انا وعبد الله فيها كثير من الظروف المتقلبه. فلما بتحضروا بتشوفوا شو رح نعمل. المسلسل اللي انا عم شارك فيه على شاهد عم ينعرض اسمه ذهب. قريبا ببلش لحن البحر، لحن البحر انتاج مركز بيروت، عم بجسد فيه شخصية ضابط مخابرات اسرائيلي شرير جدا، وغط حقير بس حلو، طبعا مش بهالشكل، هيدا عسكري بكون عم. فان شاء الله يا رب بيلاقي النجاح المنتظر، وانا ما عندي شك بهذا الشيء. اساسا مأثرة في موضوع خيانة الوطن، العمالة مع العدو ضد بلدك، هيدي الاشياء انا لما بكون عم بجسدها انا بطلبها. يعني انا لما يحكوني بعمل بقول لهم بدي العب دور العميل، بدي العب دور جاسوس لبين هالوسخ يلي بيكنزوا هيدا الانسان ضد بلده واهل بلده، وبتتعامل مع العدو ضد بلدك، فبحب العب هيدي الشخصيات. والله عندي مسلسل خليجي اسمه ابو ناسب على قناه الريان القطريه، فايه هاي مفاجاه. شو كان دورك بهذا المسلسل؟ دوري كوميدي، هو كله ممثلين خليجيين، في انا واستاذ جابرييل يمين من لبنان بيجوا بيصوروا بلبنان، يعني عملناه بقطر بس انه كانه اجوا على لبنان تعرفوا علينا، وبعدين انا برجع بروح لعندهم. فيش قول كتير عشان تحضروه او انه تحضروه على اليوتيوب اذا ما بتجي عندكم القناة. بلا سوبر كوميدي، كاركتير يعني شوي هبلة، بس باخر المسلسل بترجع بتقلب يعني نفسيا وجسديا وعقليا، بتشتغل كتير على حالها. واسمي امل بالمسلسل. انت اخبر الناس. نحن كنا عم نصور ذهب بنت الاوتيل اثناء تصوير مسلسلات رمضان، سو ما قدرت التزم ولا باي شيء برمضان. هلا حاليا صار جاهز على منصة شاهد ذهب بنت الاوتيل، بتمنى انه يعجب الكل. ذهب بنت الاوتيل كنت صافي الصديق الصدوق، يعني ان شاء الله يكون هالكاركتر او هالشخصية تكون قدوة لكتير ناس ليحافظوا على الصداقة الحقيقية بالحياة. شو أكتر شيء علم فيك بهيدي الشخصية بالذات؟ ليك طريقة تصرفاته، طبيعته، صدقه، إنسان متمسك بمحبته للحواليه، إن كان لأصحابه لحبيبته يلي رجع تزوجها بالأخير، كاركتيره، هذا شيء كتير كان حلو أني أدي هذا الدور، استمتعت كتير بأداء صافي.